كرة ملعوبة بلان الجهة اليمنى محاولة فرصة خطيرة هدف ثاني في اللقاء طبعا ألحل يتمكن من وضع الكرة في الشباك بشكل مميز وبالتالي ثاني أهداف هذه المواجهة طريقة جميلة ودخول داخل منطقة العمليات ثم شاهدونا ارتباك على مستوى الخط الدفاعي وانهزام تام للحارس بالتالي كيجي هدف من محمد ألحل اللي يتمكن من وضع الكرة